اهلا بكم مره ثانيه في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وعندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه، سواء فيما يتعلق بماتش الاهلي امبارح امام الاتحاد السكندري اللي فات اصلا مع المدير الفني الجديد مستر مارسيل كولر، ورؤيه النقد الرياضي للمستجدات اللي طرأت على النادي الاهلي اداء ونتيجه بعد وجود المدرب ده، وطبعا لازم نتكلم عن ما تبقى بقى من المتعه والاثاره المونديالية. كل ده هنتكلم فيه مع الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات، اهلا بك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك. بونجور بونجور بونجور، وصباح النصر طبعا. امبارح كان نتيجه جميله على الاتحاد السكندري، وقلنا دي مش مباراه هتكون سهله، لكن انا مش هروح معاك يعني في اول نقطه للاداء، انا عايز اروح معاك لتصريحات مارسيل كولر بعد المباراه. وفكره هنا، رغم ان انت كاسب بثلاث اهداف، لكن هو قال لك انا غير راضي 100% عن اداء الفريق، بما معناه يعني قال لك في فرص ضايعه احنا للاسف كتيره كانت موجوده. فالتصريحات دي مع الفوز بالسكور ده، تشوف ده ازاي؟ الحقيقه يعني شابوه لمارسيل كولر، الحقيقه واقعيه، ودي مهم جدا في علاقته مع الجماهير. هو دلوقتي بيحاول يبني علاقه مع الجمهور الاهلي، وده امر مهم جدا. في ركلتين جزاء اتحسبوا امبارح على الاهلي، لو الحمد لله بقى لو تالق محمد الشناوي في نهايه الشوط الاول، وفي الشوط الثاني برضو يعني رغم ان هي يعني خارج المرمى، لكن برضو محمد الشناوي كان معاها، كان ممكن النتيجه كانت ماتش كان ممكن يتصعب على النادي الاهلي. فبالتالي هو دي نقطه مهمه جدا، خاصه ان هو خلاص احنا بنتكلم رزنامه المباريات تحديدا من بدايه شهر يناير هتبدا تضغط، مع كمان قدوم دوري ابطال افريقيا، وبالتالي تجميع النقاط مهم جدا. 3-0 انا شايف نتيجه قليله، يعني شفت مباراه الامس، لا الاهلي كان ممكن يفوز، كان في سيطره كبيره مننا، كان ممكن يفوز بنتيجه اكبر من كده بكتير. وركلتين الجزاء تحديدا، انا اعتقد ده اللي زعل مارسيل كولر بشكل كبير جدا، ان ركلتين جزاء في مباراه ممكن لو فريق تاني ومعاه التوفيق كانت ممكن يخلي المباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، خاصه ان الاهلي يريد تجميع اكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات الاولى، لانه بعد ذلك حينما تبدا بقى الادوار الجديه وخلاص دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، الامور هتبقى بالتاكيد تركيز على دوري ابطال افريقيا بصوره اكبر. وبالتالي لا، انا مارسيل كولر يعني حقيقه تصريحات موفقه جدا ليه. وايضا لما بدا برضو المؤتمر الصحفي قال انا ما صرحتش وما قلتش ان في لعيب عايز يمشي وفي لعيب عايز يرجع، كل الكلام ده انا ما قلتوش وما فيش لعيب هيمشي. ما عاوز اقول حاجه هقولها في مؤتمر صحفي بالظبط. بعيدا عن تصريحاته بقى، ايه اللي استجد في نظرك في النادي الاهلي بعد مجيء مارسيل كولر؟ الحاله النفسيه للاعبين، ده امر مهم جدا حقيقه، منذ نهايات بيتسو موسيماني ثم بعد ذلك وصولا الى قبل مجيء مارسيل كولر، الواضح ان الحاله النفسيه لعيبه الاهلي طبعا كان في طبعا ذهنين هم مرهقين، تلاحم المواسم والموضوع كان صعب جدا. لكن الحاله النفسيه بنتكلم طاهر محمد طاهر، بنتكلم في كريم فؤاد، بنتكلم في ثنائي خط الوسط، حتى ادوارهم مختلفه شويه، سواء اليو ديانج او عمرو السولية. طبعا عوده اكرم توفيق مش عشان هو سجل برده الهدف، لا اكرم توفيق الحقيقه لاعب يعني لاعب بمعنى الكلمه راجل بمعنى طبعًا الكلمه طبعًا. في نص ملعب كظهير خسرناه مع منتخب مصر، اعتقد لو كان اكرم توفيق موجود في منتخب مصر في مباراتين السنغال قدام ساديو ماني كان ممكن الموضوع يبقى مختلف بعض الشيء. طبعا اكيد طبعا ساديو ماني واحد من افضل لعيبه في العالم، كان ممكن كان يقدم اضافه لينا في المباراتين الفاصلتين. فلا، في اختلاف بصوره كبيره جدا، وعجبني جدا ان هو بيحاول اكبر يعني تجميع النقاط، هو مش عايز، لان هو عارف ان رزنامه المباراه هتتضغط في الفترة الجاية، وبالتالي مش عايز يفوت أكبر يعني أي نقاط يفوتها، لأن الأهلي الحقيقة في الموسمين الماضيين واضح إنه اتعلم الدرس. نزيف نقاط الموسم اللي فات بالظبط، وكلها نقاط ما كانش ليها أي لازمة إن احنا نفقدها. وقدام فرق الحقيقة طبعًا مع احترامي الشديد طبعًا يعني المفروض ما كانتش تحصل نزيف النقاط ده. صحيح. فلا يعني فواضح إن في استراتيجية هو بيشتغل بيها، نتعشى من إن شاء الله إن الفترة الجاية يكون في مزيد من الانتصارات حتى يتفرغ للحلم الأهم بالنسبة للجمهور الأهلي طبعًا. هو الأمير الأفريقي دوري أبطال أفريقيا. طب انا لو هتكلم عن المجموعه بتاعتنا سان داونز والهلال والكوتن، بتشوف اولا تكرار سان داونز؟ هو في ايه لعنه سان داونز يعني في حاجه معينه خمس سنين لحد دلوقتي؟ ده حقيقي إيه بالفعل دي؟ بيتفكرنا طبعا زي مثلا في الشامبيونز ليج كان جه فتره برضو باريس سان جيرمان وريال مدريد على طول في دور ال 16، يعني هو دي القرعه يعني. طب ده لصالحنا ولا لا، فكره ان انت بتلاعب نادي برضو حافظه الى حد ما واخد على اللعب معاه، يعني هل ده بتعتبر بونت ليك او ليهم، ولا الوضع مش بيقاس كده؟ في وجهه نظري مش هيبقوا سهلين، لان سان داونز قام بتدعيمات يعني بسيط بسرعه كده، قام بتدعيمات من لاعبين من امريكا الجنوبيه، لعيب من تشيلي اعتقد، لعيب صغير في السن ليس كبير، وفي لعيب اخر برده، وفي لعيب عربي مش فاكر تونسي او مغربي على ما اتذكر، بس جابوا برده لعيب من شمال افريقيا. النقطه الثانيه ان اخر ثلاث مباريات الاهلي ما كسبش سان داونز،
خسر لو تتذكر في دور المجموعات الموسم الماضي، خسر 1-0 هنا وخسر 1-0 هناك، وبالتالي المباراه عكس ما يتصور البعض مباراه ليست بالسهل على الاهلي، لكن في نفس الوقت الاهلي الان يعني بشكل جديد بفكر جديد مع مارسيل كولر، فان شاء الله باذن الله بدايه كمان اول مباراه للاهلي يكون هنا لا ان شاء الله باذن الله الاهلي ان شاء الله قادر انه يعني يتخطى دور المجموعات ويتاهل كمتصدر، لان ده هيفرق معاه كتير جدا، لان مباراه دور الثمانيه باذن الله يبقى مباراه العوده تكون في القاهره وليس خارج القاهره. طيب في ناس بتسعد بان اللقاء الاول بيكون على ارضنا وفي وسط جماهيرنا، وفي ناس ثانيه بتقول لك لا نفضل ان يكون اللقاء الثاني هو اللي على ارضنا. من منطلق حقيقه واقع ملموس الى حد كبير، كنت انا وانت اتكلمتي عنها من يعني في الجزء الاولاني من حلقه النهارده، ان في حاله النادي الاهلي بصفه خاصه ساعات كتير ما بتفرقش بالنسبه له هو بيلعب على ارضه ولا بره ارضه، لان بنشوفه متالق بره ارضه يمكن اكتر من جوه ارضه كمان. هي يمكن يا كريم ليه مفضل جزئيه ان يعني مباراه العوده تحديدا تكون في على ملعبك، لان مباراه الذهاب انت بتبقى عارف النتيجه خلصت ازاي، وعلى الاساس ده بتبدا تحضر انت عايز ايه مباراه العوده. طبعا. فلو لا قدر الله نتيجه الذهاب ما بتبقاش في صالحك، انت بتستفيد من الدعم الجماهيري، وده بيبقى امر مهم جدا خاصه في استاد القاهره، استاد مرعب جدا لكل قاره افريقيا، فده بيبقى امر مهم جدا. عشان كده انا بفضل ان الاهلي يكون متصدر لمجموعته، ده يفرق معاه كبير بشكل كبير جدا. ودي نقطه برده مهمه جدا، ان شاء الله دوري ابطال افريقيا من الموسم ده النهائي، طبعا بعد ما حدث الموسم الماضي والجدل اللي حصل فيما يخص استضافه المغرب للنهائي، هيرجع ذهاب وعوده، وده امر مهم جدا نتعشم برضه ان شاء الله ان يكون النهائي في القاهره، بحيث ان باذن الله ان شاء الله لما الاهلي يوصل باذن الله يكون النهائي هنا، ويكون ان شاء الله الاحتفالات مع الجماهير هنا باذن الله في القاهره ان شاء الله. طب لو قيمت قبل ما نروح للمونديال برضو خلينا شويه محليا، لو قيمت اداء النادي الاهلي مع مارسيل كولر حتى هذه اللحظه، مش عايزه كويس ووحش، انا بتكلم فنيات، يعني احنا مثلا قبل استقطاب مارسيل كولر كان عندنا مشكله في الفينال دايما، وكان عندنا مشكله ان انت ربما بتحرز اهداف او بتغير السكور بتاع النتيجه بتلوع الروح، حتى لو المباراه سهله يعني مش بتحقق ده في الدقايق الاولى زي اللي اختلف في السنه دي، الوضع اختلف في السنه دي خلينا نعرف طريقه اللعب، اسلوب اللعب واضح جدا، ودي وضحت امبارح، وبالمناسبه امبارح ما لعبش مهاجم صريح، يعني بيرسي تاو مش مهاجم صريح، رغم ان الحقيقه بيرسي تاو انا يعني حظه غريب جدا برضو للاسف اصابه امبارح، رغم ان هو كان متالق جدا بالامس، ولكن ما لعبش امبارح مهاجم صريح، التحركات بدون كوره دي امر مهم جدا. هو جسمه سبب في ده يعني، قبل ما نكمل بيرسي تاو جسمه قليل شويه، هل ده ليه علاقه ولا المشكله في ايه؟ اصل هو فعلا بيصاب كتير جدا يعني مباراه او مباراه لا ما عنديش اطلاع على التقرير الطبي ما اعرفش، لكن واضح ان في مشكله. بس هل الحجم له علاقه من وجهه نظرك برضو للاعب ولا طرق التمرين أنا الاحمال؟ اعتقد يعني برضو ما عنديش، بس اعتقد ممكن طرق التدريب والاحمال دي تحديدا هو اعتقد يبقى ممكن يبقى ليه نظام خاص. ده في وجهه نظري لازم يكون ليه نظام خاص، غريبه قوي بصراحه، لانه واضح ان الاصابات عنده كتير واصابات عضليه كتير جدا. كده ما كان ممكن برضه نفس الكلام بحذافير وينطبق على حد زي ميسي برضه. كنت عارفه انك هتقول كده والله، بتدخل فيه على طول. ميسي يعني ميسي كان عنده مشكله في روحه، بس بيرس تاو ارفع بكتير. انت شفته؟ انا شفته على الحقيقه. لا انا مش شفته على الحقيقه. ميسي يا كريم هو صغير جدا لما راح برشلونه كان عنده 11 12 سنه، كان عنده مشكله اصلا في النمو، كان عنده مشكله كبيره جدا. ايوه طبعا برشلونه لما شافوا موهبته كده قدروا يعالجوا القصه دي، وباصبح ميسي حاليا اعظم لاعب في التاريخ يعني. فهي القصه كلها انا اعتقد لابد تاو تحديدا يكون ليه تعامل خاص، معرفش ازاي طبعا، اكيد الجهاز الطبي الاهلي هو اضرب ده، لكن هو لما دام الاصابات كده بتتكرر، لان هو عنده موهبه واللاعب بيفرق في كل مباراه بيشارك بيبقى فارق جدا مع الاهلي، فخساره ان احنا نخسر موهبه زي دي خاصه على صعيد دوري ابطال افريقيا، احنا محتاجين كل لاعب لان الموضوع هيبقى مختلف جدا. صحيح. طب تعالى بقى نروح نرجع بس لبقيه الاجابه عشان قطعتك في النص، انت كنت بتكمل. يعني زي ما بقول لك انا هوند اهم حاجه في وجهه نظري في بيرسي تاو تحديدا طريقه اللعب، لا غير بيرسي تاو، احنا كنا بنتكلم على طرق اللعب مع مارسيل كولر. طرق اللعب دي امر مهم جدا، يعني يكون في تنوع في اللعب. امبارح هو كان شايف مهاجم صريح، يعني كان سافيو وكان احمد عبد القادر وكريم فؤاد وبيرسي تاو، مفيش مهاجم ولا واحد فيهم مهاجم سترايك رقم 9 صريح، لكن الاهلي كان كثير جدا في يعني بيضيع فرص وبيصنع فرص كتير، وهنا مش شرط ان يكون لازم يكون مهاجم صريح عشان انت تصنع فرص كتير، فبالتالي ده كان امر مهم جدا في طرق اللعب، يكون عندك طرق اللعب متنوعه، ولكن في بعض المباريات طبعا هتحتاج مهاجم صريح، لكن بما شاهدته بالامس الاداء الهجومي كان اكثر من رائع، لكن ما زال عندي بعض التحفظ عشان اكون برضو صريح وامين مع الساده المشاهدين على الجانب الدفاعي، على ركلتين جزاء في مباراه واحده كتير صح. كتير وكتير على النادي الاهلي. عندك حق صحيح. طيب نروح بقى للمونديال ونبتدي بماتش النهارده، احنا خلاص بنتكلم على ماتشين اقوى من بعض الحقيقه، وكل قاعد في حاله ترقب
وصعب حتى تتكهن او تتوقع النتيجه هتخلص كام كام في الماتشين، ويمكن بالذات كمان في الماتش الاولاني. فكرك القوة الهجومية الأرجنتينية هي اللي هيكون ليها الغلبة، ولا التكتل الدفاعي يعني في المقابل بقى هو اللي ممكن يعني يخلي المنتخب المنافس هو اللي يسيطر على مجريات الأمور؟ هي طبعا يا كريم مباراة صعبة جدا. كرواتيا منتخب متمرس، منتخب لغة الكرة ريزل جدا طبعا، لأن من الناحية الدفاعية منتخب صعب. رغم بالمناسبة أن ثلاثي خط الوسط بتاعه سواء لوكا مودريتش، ماتيو كوفازيتش او مارسيلو بروزوفيتش، الثلاثه فوق ال 30 واعمارهم كبيره، لكن طبعا خبرات كبيره جدا بقياده واحد من اعظم من انجبته كره القدم في وسط ملعب لوكا مودريتش من وجهه نظري طبعا. فلا مباراه تبقى صعبه جدا، ورغم قوه المنتخب الكرواتي وقوه حارس مرماه يبقى ميسي. في وجهه نظري الارجنتين لم تكن تصل لهذه المرحله من البطوله ويكون عندها امل ان هي تتوج باللقب لولا ميسي. في ناس كتير بتقول ان المنتخبات اللي تأهلت بفضل مجهود لاعبتها، لكن الكلام لما بيجي على الارجنتين بيقول لك تأهلت بفضل مجهود ميسي. ده حقيقي يعني الباس الاسطوري اللي عمله في الهدف الاول ضد هولندا حاجه غير طبيعيه، فعل لاعب يعني سبحان الله، حاجه موهبه فطريه غير طبيعيه، موهبه لا موهبه مش طبيعيه. وبالتالي رغم ان كرواتيا يعني قوية جدا من ناحية الدفاع، ومع حارس مرمى بالمناسبة من أفضل حراس البطولة ومتمرز جدا، رغم إنه بيلعب في دينامو زغرب يعني ما بيلعبش في دولات أوروبية كبيرة، بيلعب في فريق محلي في كرواتيا، لكن يبقى ميسي. ميسي إن كان في يوم مثلما كان الحال ضد أستراليا وضد هولندا أرشح الأرجنتين بصورة أكبر، رغم إن هذا المونديال يعني أنا في توقعات ما يعني يعني حاجة صعبة جدا بصراحة يعني، ولكن لا يعني لو ميسي في حالته الأرجنتين بنسبة ما قد تصل إلى النهائي إن كان ميسي في حالته. لو ميسي لو مش في حالته المباراة تبقى صعبة جدا على المنتخب الأرجنتيني، وبرضه الخبص المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش المتمرس حاليا في المونديال قد برضه يستطيع تسيير الأمور، إلا ما استطاع خطف هدف تسيير الأمور لأشواط إضافية وركلات ترجيح اللي هو بيجودوها بشكل كبير جدا. طبعا. طب هو ليه دايما بيتقال إن حاصد اللقب مفروض بعد كده أو البطولة اللي بعدها بيبقى حظوظه مش أفضل شيء؟ لم ينطبق ده على فرنسا تماما. فرنسا متألقة لحد هذه اللحظة بشكل كبير، فرنسا من المنتخبات اللي الناس كتيرة جدا قالت لك هي اللي هتحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهي أكيد عندها الدوافع اللي هي نفسها تحقق ده فيه. بتشوف برضو مباراتها مع المغرب هيبقى فيها تنافسية ولا الأمر محسوم لصالح طبعا فرنسا؟ ولا ممكن وليد الركراكي بتكلم برضو معاه 23 لاعب محترف، يعني هو معاه سكواد تقيل وهو مدير فني تقيل جدا ودعم جماهيري بالملايين، منتخبات مختلفة ودول مختلفة عربية بتشجعهم وإفريقية، المقياس إيه؟ الميزان يعني زي ما تقال كده كفة مين اللي أرجح؟ منتهى الصراحة يعني منتهى الصراحة منتخب فرنسا هو المرشح الأول حاليا للبطولة. رغم أن مثلا على المستوى الشخصي برضه عشان أكون صريح مع السادة المشاهدين، أنا متعاطف مع ليونيل ميسي. إن لم تتأهل المغرب للمباراة النهائية أنا متعاطف أن ميسي يعني يفوز اليوم وياخد اللقب، لأن ميسي هو يعني أعظم لاعب في وجهة نظري في تاريخ الكورة، ويستحق أن يختم مسيرته الدولية بلقب كأس العالم، هو يعني هو هذا اللي ينقصه حاليا. وحتى لو ما فازش مش هينقص طبعا من مسيرته، لكن منتخب فرنسا كسكواد ورغم الغيابات، ونقطة مهمة جدا يا هوند أن منتخب فرنسا داخل البطولة دي وعنده غيابات مؤثرة جدا تحديدا في خط الوسط، بنتكلم على نجولو كانتي وبول بوجو، ومع ذلك الثنائي اللي لعب خط الوسط تشاوميني موهبة ريال مدريد الجديدة في خط الوسط وادريان رابيو قدموا مستويات رائعه جدا. شفنا مباراه انجلترا رغم قوه المنتخب الانجليزي في الهجمات المرتده وفي السرعات ازاي دي ديشامب لعب الواقعيه. الواقعيه دي فرقت معاه كبيره جدا، يعبر منتخب صعب جدا مثل المنتخب الانجليزي واستغل انصاف الفرص وحقق الانتصار. مباراه بكره مباراه يعني ليها ابعاد كبيره جدا، اولا الجاليه المغربيه في فرنسا كبيره جدا. صحيح. وللاسف حصل بعض الاشتباكات بعد تاهل فرنسا على حساب انجلترا، حصل بعض الاشتباكات، ناس كتير كانت حاطه ايديها على قلبها من النقطه دي. دي النقطه دي انا بقى اخشى ما اخشى بعد مباراه بكره ان في جاليه كبيره جدا في فرنسا وحصلت اشتباكات حتى بعد تاهل فرنسا على حساب انجلترا، فنتمنى ده ما يحصلش. المنتخب المغربي صنع انجاز بالتاكيد، اول منتخب عربي وافريقي بيصل نصف النهائي، دي خلاص هو كده يعني وصل انجاز. وليد الركراكي يعني من دقائق قليله يعني في المؤتمر الصحفي صباح اليوم قال انا مش مكتفي بده وعايز اوصل للنهائي. طبعا هو حقه، هو خلاص 180 دقيقه وممكن يصنع التاريخ ويحقق المعجزه اللي في وجهه نظري هتبقى معجزه للمنتخب المغربي. لا هي مباراه لا تفصلها على النهائي في الحاله دي. كره القدم فيها كل شيء يا كريم، فرنسا على الورق هي الاقرب، وانا بس انا اعتقد ان منتخب فرنسا بعد اللي شافه من لعبته المغرب في اسبانيا وفي البرتغال هيعمل مليون الف حساب للمنتخب المغربي، وتحديدا فيما يخص يعني الاطراف بتاعه المغرب، حكيم زياش وسفيان بوفال
ويوسف نصيري، هذا الثلاثي الهجومي هيعمل ليه ألف حساب، لأن لو غفل دفاع المنتخب الفرنسي ممكن المغرب تعمل مفاجأة. بس عندك كل لعيبة المنتخب المغربي تقريبا، يعني تقريبا بدون استثناء كلهم يعني مش أغراب أبدا عن الكرة الفرنسية، وكتير منهم كان بيلعب في فرق في فرنسا، وكتير منهم ابتدى أصلا وهو في مراحل سنية مبكرة في أكاديميات كرة قدم فرنسية، فدي نقطة ممكن تبقى لصالح المنتخب المغربي. دي نقطة مهمة جدا يا كريم، كويس أنت يعني أشرت إليها. الناس كتير بتتكلم فوز لقجع والاتحاد المغربي، كل ده يعني كلام كبير جدا، هم بالفعل حاطين مشروع وخطة، بس المشروع مش أساسه الدوري المغربي مع احترامي الشديد، المشروع أساسه اللاعبين مزدوج الجنسية، اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا، حكيم زياش مولود في هولندا، أشرف حكيمي، سفيان بوفال، عز الدين أناحي، معظم هؤلاء اللاعبين مولودين في أوروبا، صحيح إن في بعض الناس خرجوا من كبيت محمد الاستاذ، ودي اكاديميه ناجحه جدا في تخريج المواهب زي يوسف نصيري زي ياسين بونو، في اسماء كبيره جدا، ولكن الهيكل الاساسي مولود بره، سواء في فرنسا في هولندا في دول اوروبيه اخرى، وبالتالي تشبع بالفكر الاوروبي. ناس كتير بتقول المغرب يعني ليه بتواجه المنتخبات الاوروبيه بدون خوف، لان هؤلاء اللاعبين بيلعبوا قصادهم، يعني هو اشرف حكيمي بيلعب في باريس سان جيرمان، بيلعب مع ميسي، بيلعب مع كيليان امبابي، بيلعب مع اسماء كبيره جدا، نفس الشيء حكيم زياش، اسماء معظم الاسماء في ياسين بونو بيلعب في اشبيليا، رامون سايس كان فتره كبيره جدا مع ويلفرهامبتون في بريمير ليج، نايف اكرد حاليا بيلعب في ويست هام، فانت بتتكلم في اسماء بيلعبوا في اقوى دوريات العالم، ومش وبالتالي هم مش خايفين من اللاعبين اللي بيلعبوهم في اوروبا، ودي نقطه فرقت معاهم. يعني صحيح ان فوز لقجع ودوره وان هو ليه مش عارف نفوذ وكل الكلام ده يعني على عيني وعلى راسي، لكن الاساس بتاع هذا المشروع اللاعبين مزدوج الجنسيه، وان هم خرجوا في اوروبا في سن مبكر، نتمنى طبعا ان احنا يعني نقل التجربه هنا في مصر ونستفيد بيها، لان انا بصراحه عندي غيره عشان اكون صريح جدا مع المشاهدين، عندي غيره مليون وزياده، عندي غيره كبيره جدا من اللي عملوا منتخب المغرب، يعني احنا مصر برضو يعني اكبر دوله في افريقيا ومن اكبر الدول على مستوى العربي، نتمنى ان شاء الله احنا يعني نوصل لهذا المستوى في القريب بالعاجل. بس يا كريم نقطة سريعة جدا أريد الإشارة إليها، في إعلامي مغربي أصر يعني امبارح يعني حاجة أو شيء من الفتنة لما نشر تغريدة، وشغال في قناة إخبارية شهيرة جدا في قطر ومذيع فيها، أصر حالة يعني فتنة كبيرة جدا امبارح لما اتكلم إن محمد صلاح ليه ما هناش المغرب وليه ما بتكلمش وليه الكلام ده، مع احترامي الشديد يعني عشان الأمور تبقى واضحة كبيرة جدا، اولا التويته مش في وقتها خالص، يعني التويت اللي نشره امبارح مش وقته ومش في محله خالص، المصريين كلهم متعاطفين مع منتخب المغرب وبالذات المصريين اللي جاليه كبيره جدا في قطر، فهذه التغريده لم تكن في وقتها. شوف اقول لك على حاجه، تغريده تمثل هذا الشخص لا تمثل ابدا اي يعني حد في دوله المغرب غيره، عامله حاله كبيره جدا ما هو حر بقى، ما انت لا يمكن تخلو الامور او الساحه من يعني امثله زي كده، فهو بيعبر عن نفسه هو يعني انا كنت عايز اتكلم في بس هي نقطه مهمه، هي نقطه مهمه، يعني انت عندك ملايين مبركالك وكنا طالعين كلنا كاعلاميين بنقول يعني ما يعني مش لازم محمد صلاح بقى. يعني مش لازم محمد صلاح يطلع يتكلم انا بدعم او ما بدعمش، اولا محمد صلاح هو حر ومش منتخب بلده عشان حد يطلع يحاسبه بالشكل ده. يا احمد في لقطات بتحب الناس تاخدها، في ترندات الناس بتحب تاخدها، اسهل حاجه في الدنيا الواحد يطلع ترند، وبنشوف على الساحه يعني اعلاميين زملاء مع احترامي الكامل بيطلعوا يقولوا كلام يعني انا بشوف ان هو ما بيحترموش نفسهم فيه بس عشان يطلعوا يتشهروا، فحاجه للاسف يعني بس احنا اعتقد بس بعاد كل البعد عن ده. بس اريد اشاره ليها عشان يعني لقيت امبارح من امبارح بالليل من ساعه نشر التغريد لغايه الصبح في حاله من الشحن وبدات الامور تاخد في سكه ما كانتش موجوده من اول البطوله، لا ما اعتقدش ان هي هتاخد، فاتمنى ان احنا نصدق خالص، وكل الدعم طبعا لمنتخب المغرب بكره ان شاء الله، تبقى المحبه التاريخيه لا طبعا ان شاء الله اللي بين الشعبين، وبص ومنتخب المغرب عمل انجاز يعني للعرب يعني حاجه اسطوريه كده من قديم الازل، سيبك بس من الاحتكاكات الكرويه والماتشات والمنتخبات الى اخره، لكن انت عارف ده في مظاهره اصلا ما بين الشعبين، المحبه من قديم الازل، فاكيد كلنا دعواتنا مع المنتخب المغربي ان شاء الله، وبنتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله، مفاجأة جديدة يسعدونا بيها بإذن هيبقى الله. هيبقى إعجاز لو حصل طبعًا. حاجة معجزة عمرها ما حصلت في تاريخ الكورة. احنا بنشكرك على وجودك معانا النهاردة، جزيل الشكر، نورتنا يا أستاذ. نورتنا يا أستاذ أحمد، شكرا ليك. وقبل ما نروح للفاصل عشان احنا هنرجع لسؤال السوشيال ميديا، كنا نسأل حضراتكم توقعاتكم لطرفي النهائي، مين من الآخر هيفوز بالمونديال؟ يمكن أنا وأحمد بنقول فرنسا، صح كده؟ أنا يعني توقعي فرنسا، لكن لو المغرب ما تأهلتش توقعي فرنسا، لكنني أنا على المستوى الشخصي عشان ميسي عشان فقط. انت بس هي يعني بتقول احتمال كبير فنيا فرنسا، فنيا منتخب فرنسا بلا جدال. انا بقول يا رب اشوف المغرب في النهائي، يا ريت مش يا رب ايا كان بقى الطرف مين، يعني لو المغرب هيلاعب مثلا هنقول في الاخر ارجنتين مثلا، بص
خليها امنيه هي يعني امنيه خليها. طب كريم ما عندوش طاقه عنده امنيه. انا فرحت التمني اصل في حاجات لو هتمسكها بالورقه والقلم هتلاقيها صعبه قوي. خلينا في مرحله التمني. طيب خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.